بسم الله، أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع مستر عبد الغني السوهاجي. ورجعنا لكم تاني في الترم التاني في الجزء التاني من يونت 8 على بركة الله. يلا يا أولاد نروح كتاب المعاصر. بسم الله، كنا وصلنا بيج 137، 137. يلا يا أولاد، ريدي ريدي، يلا نحل على بركة الله. شروق بيلت، شروق بنت، اون ذا بيتش لاست سمر، على الشاطئ الصيف الماضي. بنت لنا يا أولاد ساند كاسل، كاسل التي سايلنت يا أولاد، قلاع من الرمل، قلعة من الرمال، ساند كاسل. نمبر 2، our grandmother، جدتي، told us some stories we loved. loved، سامعيني يا ولد الجيش، نظرتها اف، حكت لنا ايه جدتي؟ funny stories، قصص مضحكة. she us old photos of our kindergarten class، هي يا ولاد showed، هي ورتنا صور قديمة لفصلنا في الحضانة. When you away I was sad. When you moved، عندما أنت إيه؟ انتقلت، عزلت، مشيت بعيدا. 138. Is the number 5 is the opposite of forget. Forget يعني ينسى. عايزين opposite، العكس بتاع ينسى، يتذكر، remember. This sand castle, it is silent, is very big. كبيرة جدا. It is enormous، ضخم. Are you very much honey؟ I miss you very much honey، وحشتني هاني، افتقدتك كثيرا. I like new friends، أنا أحب making new friends، أعمل صداقات جديدة. نروح 139، ما فيش 139، نروح 140. 140. When I was، ركز يا أولاد، إحنا نشتغل على كان وكود. كان في المضارع، كود في الماضي. كانت في المضارع، كودنت في الماضي. When I was، أنا في الماضي. When I was little، عندما كنت صغير. I blow a bubble، كنت أستطيع أنفخ bubble، فقاعات. In the past، في الماضي. I could a bike، ride a bike. Last Saturday، السبت الماضي. We دينا، الماضي في الماضي يا أولاد. We saw، فعل غير منتظم لا يقبل إضافة إيدي. Is your school؟ It is fine. How is your school؟ كيف حال مدرستك؟ بخير. 141. General exercises. أوكي يا أولاد. I was sad، أنا كنت حزين. When my aunt، عندما خالتي، عمتي، مالها يا جماعة، عزلت، moved away yesterday، في الماضي. Jumana is a lot of friends، Jumana is making a lot of friends، تكون كثيرا من الأصدقاء. I my father when he is abroad، عندما يكون في الخارج. I miss my father، يوحشني أبويا، بابا لما يكون في الخارج أفتقده. Children under 5، الأطفال أقل من 5 سنوات، go to the، يروحوا فين يا أولاد؟ kindergarten. Miss علاء us funny stories last week، told us، كلمة السر last week، أخبرتنا قصص مضحكة الأسبوع الماضي. When you were 5، أو يا أولاد were، عندما كان عندك 4 سنين، you كنت تقدر، you could say the alphabet، الفباء. I showed نهلا our old، أنا وريت نهلا our old of our kindergarten class old photos، شوف يا نهلا الصور بتاعتنا. I went to Miss Sahar's house، خير الله ما يجعله خير، for dinner، من أجل العشاء. Circle the old one،
the old word and replace it with a correct one. Little, big, short, small. كلهم صفات يا أولاد. صغير، كبير. شو هي الوحيدة اللي هي إيه؟ verb اللي هي فعل. هاتوا لنا أي حاجة مكانها يا أولاد ما تكونش من الثلاثة دول. تول، خلي بالكم من الإيه، تنطق ال. Sunday، March، Monday، Friday، هي كلهم أيام أسبوع ما عدا مارتش شهر. هاتوا لنا يوم سهل يا أولاد. Saturday. School، Miss، Library، House. كلهم أماكن ما عدا مس يا الفيرب يا أولاد. جبنا السينما. أوفيسر، دكتور، أوفيسر ضابط يا أولاد، دكتور، ستوري، نيرس. الله، كلهم وظائف ما عدا ستوري، أجيب وظيفتي أنا، تيتشر. بلو، بيل، مانث، ريميمبر. إيه ده؟ كلهم أفعال ما عدا كلمة مانس. نجيب إيت، يأكل. إحنا بنحبش نغير. إيت حلوة، بلاي، أي فعل يا مستر مش لازم يا أولاد اللي أنا بقوله. أوكي يا أولاد، وصلنا صفحة 142. 142. يلا يا أولاد، read the passage and answer the question. Last Saturday, السبت الماضي، Mona and Ali visited Miss Dina. زاروا Miss Dina. She was their kindergarten teacher. كانت المعلمة بتاعتهم في الحضانة. She showed them، ورت لهم، عرضت عليهم old photos، صور قديمة of their kindergarten class. Mona could build sand castles when she was young. But Ali couldn't blow bubbles. She also told them some funny stories about their time in the kindergarten. They had a nice time at Miss Dina's house. Miss Dina was Mona and Ali's kindergarten teacher. Mona and Ali had a nice time at Miss Dina's house. When did Mata, Mona and Ali visit Miss Dina? Last Saturday, السبت الماضي. What did Miss Dina tell Mona and Ali? She told them some funny stories about their time in the kindergarten. Write an email of 7 sentences. موجب عنه في نهاية الكتاب يا أولاد. وأنا عملت مربعات على الإيميلات وعنوان الغرض، موضوع الايميل، سبجكت. يلا نروح 143. When they little، عندما كانوا صغيرين يا اولاد، were little they could speak English. When I was little، انا عندما كنت صغير يا اولاد. When he was little، عندما هو كان صغير، he couldn't يا أولاد، he couldn't catch butterfly، ما كانش يقدر يمسك البترفلاي. يبقى وير يا أولاد خدناها في الجملة الأولى. أوكي يا أولاد، يلا نروح 144. نشوف 145 يا أولاد، 146، 147، 148. فين الأسئلة يا جماعة؟ 149. 150. يلا أولاد تيست. أوكي، تيست 5. Listen and circle. احنا بيج كام يا أولاد كده؟ 152. 152. Listen and circle. We were at school. Yes I could.
What could you do when you were little? Could she count to 10? Listen and complete. Noah, I'm sorry, I don't know how to write the letter M. Teacher, can I show you how? It is easy. Noah, no, it's too hard. Teacher, come on, don't give up. Noah, is it right? Teacher, good work. Noah. The teacher asked me to the alphabet correctly. طلب مني ان انا اقول يا اولاد حروف الف باء. Say the alphabet correctly. Say when he was five. اه يا اولاد هو في الماضي. He could read English. Could. ما ينفعش كان يا اولاد. Yesterday Mona could, أو يا أولاد امبارح Mona could spell a word. استطاعت أن تستهج كلمة but عادل ولكن عادل أكيد حاجة عكس يا أولاد couldn't. نروح 153 نكمل أسئلة نشوف. Ali please help me pass out the homework. ساعدني أوزع الهومورك. My sister can to 10. أختي تستطيع أن تعد لغاية 10. Can count to 10. My sister says the alphabet when she was 4. My sister عندما كان عندها 4 سنين يا أولاد. She could. في الماضي استطاعت. You couldn't count when you were. أنت كنت لا تستطيع أن تعد when you were عندما كنت إيه little يا أولاد صغير السن. Write the letter D. أكتب الحرف D on the board. Whiteboard السبورة. Circle the odd word and replace it with a correct one. Spell, built, speak, throw. كلهم مضارع يا اولاد ما عدا بيلت. بيلت بنى. نجيب المضارع منها نبدل التي بحرف الدي. بيلد. بيلد. بلايد. فيزيتد. شو. هي يا جماعه كلهم فيهم اي دي اي دي ما عدا شو نحط لها اي دي. شود. فات. سن. تول. كلهم صفات ما عدا شيرت. يلا هاتوا لنا ادجكتيف صفه. سمول. ترين، كار، سكول، باص. سكول يا أولاد مش مواصلات، هاتولنا تاكسي. ساند كاسل، قلعة من الرمال. تن، بيتش، أمبريلا. إحنا كلنا على البحر ما عدا رقم تن، هاتولنا البحر يا جماعة. سي. Read the passage and answer the question. Dear سماح، When you moved away, I was sad. I miss you very much. Do you miss me? Last Sunday, I went to our old friend Heba's house for dinner. She showed me some old photos of our kindergarten class. She told me some interesting things we could do when we were little. Do you remember what you could do? When you were little, you could build huge sand castles. Do you like New York? Are you making new? Are you making many friends? Yours, Asma. Heba showed Heba, warrit Asma, some old, yalla ya jamaa, photos. Could build the huge sand castles. It is silent. مين يا جماعة كان يعمل قلاع من الرمال ضخمة كبيرة كده؟ سماح. نروح 154 نكمل أسئلة القطعة. Where does سماح live? Where أين سماح تعيش؟ فين يا جماعة؟ سماح lives. حد فاكر يا جماعة فين؟ In the city of New York. في مدينة نيويورك. What did أسماء do last Sunday? ماذا فعلت أسماء الأحد الماضي؟ فين القطعة يا أولاد؟ نسينا ولا إيه؟ أول آي يا أولاد أنا مش أسماء.
she went to our old friend صديقتنا احنا ولا their old friend هبه's house. يبقى اي يا اولاد اعملها she we our تبقى صاحبتهم هم مش احنا يا اولاد their old friends هبه's house for dinner. Write an email to your friend Iman. ابعت ايميل لصديقتك إيمان to tell her about your activities. عن تخبريها عن الأنشطة in the kindergarten. Your name is Mona. انت مونا. الأولاد ما يزعلوش يا أولاد بنمثل. And your email address is mona@yahoo.com. Your friend's email address is iman@gmail.com. To إلى مين؟ إلى إيمان. هنبعت لمين يا أولاد؟ يبقى هنكتب هنا iman@yahoo.gmail.com. from من مين يا جماعة؟ noha@yahoo.com. subject الموضوع my activities in the kindergarten. rearrange يلا أولاد نرتب. إيه سؤال ولا إيه؟ ماشي. هل أنت إيه؟ remember هل تتذكر؟ تتذكر إيه؟ our kindergarten class clean the board please. punctuate the following sentences. كل جملة أولاد فيها خطأ خطأين البداية والنهاية وحاجات في النص والبداية تحدد النهاية. yes كبرنا أولاد الواي كابيتال لتر حطينا كومة بعد yes الله حطين هبة الله عمل هبة كود مفيش كاونت مفيش تو تن مفيش البداية yes النهاية فول ستوب. what could the girl do when she was 10 when she was 10. What أداة استفهام يا أولاد كبرنا ال W بتاعت what could مفيش the مفيش girl مفيش do مفيش when مفيش she was 10. البداية تحدد النهاية البداية what البداية يا أولاد البداية what. يبقى احنا يلا يا جماعة what أداة استفهام نحط question mark علامة استفهام في نهاية الجملة. وبكده يا أولاد نكون إحنا أنهينا التست الخامس يونت 8. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك اكتبوا في كومنتاتكم اللي انتوا عايزينه ونكمل إن شاء الله الجزء الثالث من يونت 8 الفيديو القادم. وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.